مباراة سان داونز والأهلي اللي أقيمت يوم من 48 ساعة في بريتوريا، لأول مرة ملعب سان داونز يمتلئ عن آخري طبعا في مواجهة الأهلي. طبعا الفكرة هنا مش إنه داخل يشجع ويساند فريقه، على فكرة من خلال متابعتي للوسائل الإعلام الأجنبية أو وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا عن هذه المباراة، الرسالة اللي كان عايز يوصلها الإعلام في جنوب إفريقيا هي رسالة للقارة الأفريقية كلها. انا بلعب النادي الاهلي هنا في جنوب افريقيا وانتوا بتقولوا كره القدم مش الشعبيه الاولى والجمهور مش هيملى الملعب، وانا اوريك الجمهور هيملى الملعب ازاي. وطرحوا فكره تسويقيه ممتازه، انك ما تشتريش التذكره، اشتري تيشيرت النادي او ادخل بتيشيرت الاصفر بتاع النادي هتحضر المباراه. والملعب بالفعل امتلى والجمهور استجاب وعملوا مشهد اتمنى باذن الله ان احنا نقرره في مباراه يوم السبت القادم. ودي رساله لكل المسؤولين، احنا داخلين على كاس امم طبعا، وانت بتلعب سان داونز بطل جنوب افريقيا. ممكن نرد بنفس المعنى، احنا عندنا مباراة افريقية مهمة يوم السبت القادم. الفكرة هنا انا بتكلم في مصر مش في النادي الاهلي بس، نملى الملعب عن اخره وتبقى رسالة للاعلام في جنوب افريقيا. مصر اللي هتنظم كاس الامم كمان شهرين تستطيع ان تحضر جماهيرها كامل العدد في مباراة افريقية للنادي الاهلي امام بطل جنوب افريقيا قبل كاس الامم بشهرين، ويفعلها الزمالك في مباراة ويفعلها الزمالك وتفعلها كل الاندية المنافسة، وتفعلها اندية مثلا شعبية في مباريات الدوري بينهم وبين بعضهم البعض، مثلا الاسماعيلي والمصري او كذا، يعني اندية شعبية. بس تحديدا قدام اعلام جنوب افريقيا مهم جدا. مش بس كده، ده انت وديتنا لمساحة مهمة يا استاذ محمد، قدام اعلام العالم اللي عايزين. على فكرة قدمت التماسات عديدة من جمهورية الكرة في جنوب أفريقيا، مش هنقول من الدولة، إنه لماذا مصر يعني؟ ولغاية دلوقتي وهذه الرسائل التي تبعث بخبث كروي للأسف، وبالتالي نحن نستطيع أن نرد عليها بحب كروي، بوفادة جماهيرنا العظيمة اللي كم قدمت من تابلوهات، كم قدمت من دخلات، والجماهير فاكرة كويس أوي 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 أوي. فرصة عظيمة، فرصة عظيمة للدولة قبل كأس الأمم الإفريقية وانت بتلاعب بطل جنوب إفريقيا، وجنوب إفريقيا حتى هذه اللحظة ما زالت تؤكد على عدم قدرة مصر على تنظيم البطولة، وتم شحن عدد من الوكالات الأجنبية واستغلت مباراة الأهلي والزمالك، وكل مسك 30 مشجع في مباراة قمة كبيرة وكلاسيكو في بلد أمم إفريقيا بالعالم كله بيتفرج عليها، 30 مشجع فقط، فرصة عظيمة للرد على هذه الجزئية، أن يحضر في استاد برج العرب من 60,000 80,000 متفرج يحضر في هذه المباراة للنادي الأهلي والمصر. الفكرة كلها أنك كمصر بترد على الإعلام في جنوب إفريقيا على أن البلد قادرة على تنظيم كأس الأمم، وقدام نادي سان داونز عندنا 80,000 بيحضروا بيشجعوا النادي الأهلي، عشان يبقى إن شاء الله بعد شهرين الكل شايف أن التنظيم في مصر على أعلى مستوى. عندما تتقدم للأمن بخطة واضحة لدخول جماهيرك 30 بقى أو 30,000 أو 100,000 هيحترم رغبتك، لأنك مقدم له تاني زي ما قلنا على ما نريده من تقديم أوراق مترجمة عشان يبقى دورينا وكراتنا شبه العالم بالظبط. لما تقدم له ده طب يرفض ليه؟ لكن أنت بتترك له هو المسؤولية، وبالتالي أكنك بتدحرج كرة لهب في اتجاهه. هو يحفظ أمن الشارع وأمن الحدود وأمن العباد والبلاد كمان، ما انتش عايز تشوف شغلك بتاع الكرة، وبالتالي المفاجأة دي تؤكد كل المعاني. قدموا مشروع للأمن ويعني حاسبوني على الكلام ده، إذا لم يوافق الأمن على 80 و 100 ألف يبقى أنا ما بفهمش حاجة في البلد دي. والرسالة في وقتها تبقى حلوة طبعاً، رسالة طبعاً. الفكرة في حد ذاتها أنت بتلعب قدام البطل المنافس ليك اللي كان بينافسك على كأس الأمم الإفريقية، وصلت له رسالة في مباراة على فكرة العالم كله بينتظرها، عايز يتفرج على مباراة الأهلي وعايز يشوف. ان 16 صوت دول ما كانوش كده هباء منصورا يعني. بالظبط. لا، دول كانوا عارفين حجم مصر، اللي احنا كمان لازم نديهم حقهم اللي اختارونا على فكرة، ونوريهم انهم هيكونوا أكثر سعادة وأكثر أمن في بلادنا إن شاء الله. وهم حضروا للمشهد ده مبكرا، وحضروه بشكل ذكي جدا، ان الجمهور فعلا ملى الملعب في سان داونز، وده ما بيحصلش كتير. اشتغلوا عليها من اول ما حددوا ميعاد الماتش، ما هو انت واضح ان انت عندك المعلومات كلها، وغيروا ميعاد المباراه. ما انا بقول لك كل يوم يحطوا بند جديد، اول يوم قالوا شراء التيشيرت، وبعد كده قالوا يكفي ان يكون معاك التيشيرت، وبعد كده قالوا من اليوم هيبدا مبكرا، واللي معاه اولاد مش عارف في كيدز اريا او منطقه العاب، غير ميعاد المباراه ل 3 العصر عشان الجمهور يحضر، والرعاه قدموا يعني مشروبات واشياء، واتعمل حفله داخل الاستاد، واتعمل حفل غنائي قبلها بساعتين، والملعب مبص بالمناسبه. بالظبط. وبالتالي لا يعني انا بشكرك على الفكره دي وبضم صوتي لصوتك ان شاء الله، وباذن الله المسؤولين في الدوله عارفين طبعا
اكتر مننا ايه اللي محتاجينه في الفتره الجايه بس يوفروا لهم إن شاء الله. خريطه الطريق، هم عايزين الجمهور يخش ازاي والتذاكر ازاي وشركات الامن ازاي بالظبط. وباذن الله نشوف في برج العرب ان شاء الله يوم السبت 60 و70 عشان تبقى اكبر رد ورساله بعد مباراه القمه اللي حضر فيها 30 مشجع وكانت حديث لا على المشككين في مصر بقى. المساله مش اهلي وزمالك، انت اللي بتتكلم فيه ده بقى المشككين في بلدنا كل مش في نادي ولا اتنين ولا خمسه ولا فرصه عظيمه. اتمنى نستغلها بشكل ايجابي لمصلحه مصر، وبالتاكيد هتفرق مع النادي الاهلي في هذه المباراه الكبيره يا استاذ عصام.